نديروا الكراتان تاعنا بالشوفه، احنا ما في الكراتان تاعنا، لا نحن نديروا بالذوق تاعنا كذلك باش نكهوا شويه الكراتان ديالنا. واش عندنا هنا؟ لهنا وضفت له الخضر. انا الخضر اللي هنا عندي حبه تاع البصل بعد ما طيبتها، حبه تاع البصل، حبه تاع الفلفل الاخضر، فلفل احمر، سنينه تاع الثوم، وكذلك لهنا حبه تاع طماطم قطعناهم صغار، طيبناهم لهنا غير بشويه تاع زيت الزيتون، شويه تاع الماء باش يطيب لنا برك الخضر تاعنا وما يكونش فيها بزاف زيت قليتهم. نعم زيت الزيتون درنا كميه قليله. البصل ثاني ما طابش بزاف. نعم هنا خاطر عاود يزيد يطيب في الفرن. نعم ناخذوا ريسيبيون، نديروا الخضر تاعنا، نضيفوا له هنايا خمس حبات تاع البيض، نضيفوا له كذلك لهنا مقدار كاس تاع شوفان، مقدار 220 مليلتر الكاس الكيلو به الشوفان ديالنا، خاطر الشوفان تاعنا رقيق. الا كان الخشين لهنا نديروا له كميه تاع الماء، نخلوه يتنقع فيها شويه باش يعاود يتنفخ لنا باش يطيب لنا داخل الفرن. ومن بعد هنا كي راهو رقيق سي با لابان، نخلطوا الخليط تاعنا كامل، نضيفوا له لهنايا كميه تاع المعدنوس، شويه ملح، فلفل الكحل، كذلك علبه تاع الطونه. الطون لهنايا من الاحسن يشوي طون طبيعي تاع طبيعي بالماء بالماء، وكميه تاع جبن مبشور. انا كاين الاجمل اللي هنايا فيهم موا ماتيار كراس لهنايا، نقدروا نضيفوهم لهنا باش نكوا بهم الكراتان ديالنا. نخلطوا الخليط كامل، نمسحوا لهنايا البلا يدخل في الفرن كميه تاع شويه تاع زيت الزيتون، نديروا الخليط تاعنا وندخلوا للفرن. طيب مدلنا تحميره خاطر راه كلش طايب، وهنا نشوف انا عاود يتنفخ لنا، ومن بعد كيخرج بيان سير نقدمو. والشوفان ما يديش وقت بزاف، ما يديش وقت طويل بزاف.